رقم واحد دار درب ممرض الشامة جماعة الحضارية. هذا الدرب ديال الجرح يا في خاسرة الشدة، هذا الدرب ديال الجرح صافي خاسرة الشدة واه صافي درب الجاكسون. السلام عليكم الاخوان والاخوات وجروب تاع زرع الخير ينبات وفي ما كاينش محسنين على وجه الكره الارضيه وعلى المغرب كامل. بزاف ديال الاخوان والاخوات اللي عندي في الجروب تاع زرع الخير ينبات عارفين الحاله ديال باق الدور، كاملين كنعرفوا الحاله ديال باق الدور. هذه مده ديال فايت 6 شهور وانا واقفه معاهم ويعني وكنحاول نبارطاجي الحاله ديالو، ولكن هذه مده ملي ما درتلوش فيديو. باق الدور راه في الحاله يرثى لها صراحه، الزوجه ديالو دبرات واحد الخدمه ولكن ما قداتش يعني خدامه غير من العشيه للعشيه كتسمح في الراجل كتجي. ها هي معكم الزوجه ديالو رشيده، هضري معاهم وقولي لهم شنو بغيتي. واه السلام عليكم، انا اللي بنت بزاف لا حول ولا قوه الا بالله. يعني معيني مع الراجل، معيني مع وليداتي، معيني مع الزمان والخدمه، يعني نوقف ونطيح نوقف ونطيح، محتاجه لكل شيء. يعني اي حاجه تكديتو عليها مرحبا ليك، القليل ولا الكثير ولا يعني لا يهمك. اخوان والاخوات حاولت نتواصل مع جمعيات بزاف ولكن ما كانش الردود. كان واحد الجمعيه اللي زارتها هنايا مره ولكن ملي خرجوا ما رجعوش نهائيا، ما عاونوها لا في الوليدات لا حتى شي حاجه. مؤخرا كانت اتصلت بيا على اساس انني باش نعاون غير ولدها الصغير باش يدخل يقرا والبنات يكلسوا. فمساعدة المحسنين عارفة فاطمة الزهرة بوستة والأخت نتاع حسنة تعاونوا وقدينا أن احنا ندخلوا ثلاثة الوليدات هالمدرسة. ها هي دابا جيت أنا يا على غفلة لقيت البنيتة ما بغاتش تمشي تقرأ حيت ما عندهاش التوني، قلت لها ما مشيش ماما الرياضة ما عنديش التوني الأستاذ كيزكي عليا ما بغاتش تقرأ. دونك هاد الحالة هادي كما راكم تشوفوها راكم شايفين في كتسكن. وهاد البيتة وعاد باغيين يخرجوها منها مسكينة، دار باغيين يخرجوها منها حيت ما كتخلصش الكرا ما عندهاش. بغاش ليك متسكنوش، مين شاف الراجل تاع حمرت صافي كتخرجها. وحزين هنايا عندو جوج تيويات كما كتشوفو، سيد مريض بمرض السرطان، فشل كلوي راه تصاب به دابا حيت مريض بزاف، فضل هكا النهار كامل يعني ما كاينش مساعدة نهائيا. شهر جوج شهر جوج ها هي كما كتشوفوا وريهم الدار. هذا هو الحوش، ها هي كوزينه، يعني مول الدار دابا كيقول لهم خرجوا ما عندهمش فين يمشيو. كنعسوا فيها ولادي، اتصلت بيا هذه هي البيته فين كنعسوا ثلاثه ديال الوليدات. المهم ما بغيتش نبين البنيتات والوليد كما كتشوفوا، ومول الدار كيقول لهم خرجوا يعني ضروري خاصهم يخرجوا. كاين المحسنين، كاين المحسنين اللي عاونوهم يعني الله يجازيهم بالخير. في شهر 3 وشهر 4 كانت شويه ديال المساعدات اللي عاونوهم في الادويه. السيد ضروري خصو الفاصمه دائما، خصو التانتور، يعني اقل المسائل اللي خصو ما كيتوفرش عليها. خصو ليكوش حيت ناعس، يعني هي كتبدل له، هي كدير له كلشي. حتى الشمن كتمن كلو في تعشى بطاب سلوق على قلتي بنتي، يعني ما عندهاش ما كتوفر لهاش حتى الاكل. كاين المحسنين اللي عاونوا في شهر 4، كاين واحد المحسن قال لي غادي نتكلف من شهر لشهر، عاونها في الشهر الاول في الشهر الثاني، من بعد ما زادش عاونها. الله يحسن العون كل واحد، حنا ما كنقولوش بلي اوبليجي عليكم خصكم تعاونوا، ولكن على الاقل حتى الا ما يعني عاونوا بالبارطاج. بالنسبه للناس اللي ما قداش تعاون تعاونوا بالبارطاج، ونتمنى هذا الفيديو هذا يوصل لشي جمعيه اللي تكلف بهم الله يجازيكم بالخير، حيت انا اللي في جهدي راه كنديرو بالنسبه للناس اللي كنعرفهم راه كيعاونوا في اللي قدو. ولكن هذا الشيء ديال ديما يعني بزاف شي خطرات حتى الماء والضو كتحصل فيهم. مره قطعوا لها الماء ولينا شحال حنا كنتجاراو باش ان احنا خلصنا عليها الماء ولينا ردينا لها، يعني هذا الشيء راه بزاف. والله نتمنى تشوفوا في هذه الحاله هذه رجعنا لباق الدور. نشوفوا باق الدور الى قد يهضر مسكين هو في هذه الحاله، يخصو ياكل يخصو ما لاقي ما ياكل. هضر شويه جيبي لنا هنايا. ها هو الفيديو هذا باق الدور، غادي نحطو لك في الفيسبوك ونحاول نحطو لك نشوف الناس اللي تحطو. قول لهم قول لهم فاش بغيتهم يعاونوك، هضر مع الناس، هما الناس غادي كاع يسمعوا. الا الا كانش الناس يعاونونا لي وجه الله وجه الله يعاونونا. وساعات مابقاش يصونوا يعني مابقاش يصونوا لي حيت الحاله كيراها دايره. راه حتى حاجه ما مضرقة عليهم. صنع على خويا هاد الخطره طفى عليهم. بدون ما نطرق المواضيع ديال العائليه، المهم انا اللي كنعرفو هو ان باق الدور ومي عيشه ما عندها حتى شي حد اللي يعاونها. امي رشيده اسفه ما عندها حتى شي حد اللي يعاونها، يعني ما عندها لا حنين لا رحيم، حتى
شي واحد ما كيدخل عليها حتى ربطه ديال النعناع. صراحه انا هاد الحاله هذه معها شهر جوج، وإلا لاحظتوا ان حتى الجروب ما بقيتش كنحط فيه الحالات حيت انا عندي الخدمه ديالي ملتزمه بها، يعني ما عنديش الوقت. ولكن هاد الحاله ما قديتش نسمح فيها صراحه، ما قديتش نسمح فيها نهائيا. كنحاول على الاقل بعدا الماء والضو نقلعهم، يعني الفواتير نحاول ما امكن هما الاولى نحيدهم. ولكن شحال قد بنادم انا خص ضروري المعاونه. الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو هذا الفيديو، ونتمنى يوصل شي جمعيه اولا شي محسن اللي يتكلف بهاد العائله. راه الدار خصهم يخرجوا منها صراحه، راه الدار كطيح كتريب، يعني خصوصا البيت الاخرى راها في حاله يرثى لها، يعني ما عرفناش والله خاصها تغير. هي كاريه ب 400 درهم، ولكن المول الدار قال لها خرجي، يعني ما تخلصينيش خرجي من الدار. هي الدار شحال وانت ساكنه فيها المي؟ 19 عام وهي في هذه الدار، ودابا كيقول لها خرجي بدون تعويضات بدون اي حاجه. عندها جوج بنات ووليد. غادي نصور لكم الدار من برا، وغادي نصور لكم المدخل بالنسبه للناس وجده اللي بغى يتعاون معها. غادي نصور لكم الدخله فين كاينه الدار، وغادي نخلي لكم رقم الهاتف ديالها باش اللي بغى هكا انا ما نكونش وسيط بيناتكم، تواصلوا معها. نيشان كنتمنى يتعاونوا معها المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب. وما تبعش في البوديز شحال هادو شي بنات الناس اللي ما قدوش يعاونوا على الاقل غير بارطاجيو الفيديو. شنو غادي تخسروا الا بارطاجيتوا الفيديو؟ الا ما قدرتيش انت ولا انت تعاون، الا بارطاجيت راه يقدر يشوف واحد يعاون وتكون انت يعني راك درت الخير غير بهذا البارطاج. المهم خالتي رشيده، ها هو قول لهم شنو بغيتي باش كلشي في ما جيت نهضر كلشي، يعني حتى حاجه ما كنقول راه عندي وما خصنيش، يعني كلشي مختص. هضري مع المغاربه قولي شنو بغيتي شنو بغيتي، حنا ما عرفناش يقدر هذا الفيديو هذا يوصل لشي محسنين. كان مضطرين، عندي جبنات وعندي وليد وراجل مريض، انا كنخدم في قوا في كوزينه كندير لاتي ونغسل الكيسان نهار كامل، كنمشي بالوقت نجيب الوقت والثمن يقلل 90 الفرق. يعني قابضه واخا معذبه بزاف، قابضه على ديك 15 درهم ولا 20 درهم كيدوروا معايا بها في والله الا بها كنفطر ولادي مع الصبح، كنجيب لهم مسكين خطره حليب خطره ديون ما خطره نجيب خطره ما نجيبش نشرب لهم الروبيني. مول الدار كيقول لك خرجي، بغيت ندير لاكارت لبنتي مابغاش يعطيني الورقه تاع الالتزام. قال لي حنا كنقول لك خرجي، قلت له بدي الراجل مريض، قال لي ضرب راسك خرجي ولا قعدي في الزنقه. يعني المصاريف، يعني شي مرات ولادي ياكلوا شي مرات حتى المريض يبغي ياكل يقول لك واش كاين شي حاجه كنبقى نتلف منها شي مرات. لا حسنا. يعني واش غادي نقول خصوصا كل شيء وصافي، يعني كاين عائلات اللي عندها وكل شيء فاش كيجي هذا المرض راه ما كيقدوش فين عادي، يعني ناس ما عندهمش وكي غادي يديروا يتعاملوا مع هذا المرض. ودوك حتى الصبته قال لك هذا المريض انا رديتي نطحتي وغادي نحيدو ونخلوه بلاتي. قلت لهم علاش؟ قال خصك ديري دي الاشعه. وديك قلت راه ما عنديش باش غادي نتبع، والراجل المريض كيتقيا شفت كتقيا الكحوله شي مت كتقيا بات فايقه معاه، كانت الخدامه وفلي كنبقى فايقه معاه. يعني كنمشي راني خدامه والعقل راه هنا، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله وربي راه شاهد على هذا الشيء. لا حنين الله يرحمنا، حتى التليفون عيط ما كيسوني حد ما كيسول ما، يعني مقطعين من الشجره صافي. هذا الشيء اللي غادي نقول انا، لا حول ولا قوه الا بالله. راني مضروره شنط راسي كيوجعني حتى انا كاع كن بقدر. غادي نشوفوا ان شاء الله غادي كيكونوا شي محسنين المغاربه كيتعاونوا، غادي يعاونوك ان شاء الله ويعاونوا وليداتك ان شاء الله. والله يشافيك، الله يشافيك، الله يشافيك، الله يشافيك، الله يشافيك. المهم نتمنى البنات والاخوان والاخوات كاملين يبارطاجيو هذا الفيديو، نتمنى تعاونوا هذه الحاله فريمون هي محتاجه المعاونه ديالكم. بزاف ديال البنات اللي جاوا شافوا الحاله وصراحه عاونوا، ماشي ما عاونوش، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني كل واحد والطاقه ديالو. فنتمنى هاد لا فيديو هذا يتبارطاجا على نطاق واسع باش يوصل للمحسنين اولا تكلف به شي جمعيه، حيت انا ماشي جمعيه انا غير جروب، ويعني بغيت نتعاون مع هاد العائله. راه شهر جوج وانا معاهم وراني شفت المحسنين اللي عاونوا، يعني داك الشيء قليل. فنتمنى ان شاء الله ان هاد الصوت هذا يتسمع لكم، وشكرا لكم وجزاكم الله بخير.